نوع. نبدأ جولتنا من المصري اليوم، توجيهات رئاسية بسرعة تطبيق نظام التعليم الجديد. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية عملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان من الجوانب كافة. وجه الرئيس خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أمس بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر الماضي، وصولا لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة أن الرئيس وجه أيضا بالاستمرار في نظام التقييم الجديد بمرحلة الثانوية العامة والاستفادة من البنية التحتية لمنظومة الاختبارات الإلكترونية والتوسع فيها بالتوازي مع تطوير بنك المعرفة والارتقاء بمحتواه لخدمة جميع مراحل التعليم، فضلا عن دراسة تطوير منظومة المعلمين. لافتا إلى أن وزير التعليم عرض آخر الاستعدادات وخطة أنشطة العام الدراسي الجديد وما تضمنته من مبادرات وإجراءات ستنفذ تباعا في إطار مشروع تطوير منظومة التعليم، بالإضافة إلى تصور الوزارة لإنهاء كثافة الفصول المدرسية. إلى الشروق، رئيس الوزراء توجيه واضح ومستمر من الرئيس بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيها واضحا ومستمرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق الأهداف المنوطة به، وذلك في ضوء اهتمام الدولة البالغ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والسعي نحو تنميتها والتوسع فيها بالنظر إلى ما تساهم به تلك المشروعات من إتاحة آلاف فرص العمل والارتقاء بمعيشة المواطنين، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال رأس رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضحت نيفين جامع رئيس الجهاز أنه تم ضخ تمويل قدره 2.8 مليار جنيه، منها قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإجمالي تمويل 2.767 مليار جنيه، مولت حوالي 110.18 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت نحو 147.6 ألف فرصة عمل، إلى جانب منح بإجمالي تمويل 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت حوالي 33.17 ألف يومية عمل. نروح لبوابة الأهرام ونقرأ انتهاء تنسيق التحويلات للقبول بالجامعات. أعلن موقع التنسيق الإلكتروني غلق باب تسجيل رغبات التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للقبول بالجامعات العام الجامعي الجديد 2019-2020. وبدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق في استقبال رغبات الطلاب للتحويلات من الشهر الجاري بعد الانتهاء نتيجة تنسيق المرحلة الثانية. وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق إن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا رغبات للتحويل لتقليل الاغتراب، مشددا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%. وأشار عطا إلى أن التحويلات كانت عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ووفقا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدا أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط. نرجع للشروق ونقرأ رئيس مؤسسة البترول الكورية: نستهدف زيادة استثماراتنا في مصر. باحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع سونغ جون يون رئيس مؤسسة البترول الكورية المالكة لشركة دانا بتروليوم أنشطة الشركة في المنطقة التي تعمل بها في مصر في خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وذلك أنشطتها في منطقة بحر الشمال. وأكد الملا على العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية التي تدعم نطاق عملها داخل مصر. من جانبه أشار رئيس مؤسسة البترول الكورية أن حجم إنتاجها من الزيت الخام بلغ حاليا 12 ألف برميل يوميا، وأن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات الجيدة وحوافز الاستثمار والمناخ الجاذب للاستثمارات في مصر ونمو العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي ضوء النتائج الإيجابية التي شهدها قطاع البترول في مختلف أنشطته خلال السنوات الأخيرة.
من اليوم السابع هيئة الطاقة الذرية لا نسمح بأي شحنات تحتوي على ملوثات إشعاعية بدخول البلاد. أكد الدكتور عطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية أنه لا يتم السماح لأي شحنات تحتوي على ملوثات إشعاعية بدخول البلاد في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المصريين وحماية البيئة المصرية. وأوضح عبد الحميد لليوم السابع أن الهيئة تقوم بفحص جميع الواردات القادمة إلى مصر من جميع المناطق المتأثرة بالحوادث الإشعاعية بجميع الموانئ والمنافذ المصرية ومن بينها القمح، وذلك من خلال مجموعات عمل دائمة متخصصة للفحص الإشعاعي ومعامل مجهزة بأحدث أجيال التحاليل الإشعاعي، قائلا الهيئة تقوم بهذه المهمة منذ حادث تشيرنوبل عام 1986 وحتى الآن. وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية أن هذه المجموعات تعمل في تناسق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وزارة الصحة وزارة الزراعة والهيئة العامة لسلامة الغذاء. إلى الوطن، الانتهاء من تصميمات القطار المكهرب 1.2 مليار دولار تكلفة المشروع. انتهت وزارة النقل من الدراسات والتصميمات التفصيلية الخاصة بمشروع أول قطارات أو القطار كهربائي في مصر استعدادا لبدء الأعمال في إطار تكلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل مقار الوزارات إلى العاصمة الإدارية في 2020 وتوفير جميع وسائل المواصلات المطلوبة لنقل العاملين من أنحاء القاهرة الكبرى إلى المقرات الجديدة. وقال مصدر مسؤول إن الوزارة انتهت تماما من إجراءات تفعيل القرض الصيني الممول للمشروع الذي يربط بين السلام والعاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان بتكلفة 1.2 مليار دولار، مشيرا إلى انتهاء من تحديد الشركات المصرية التي ستشارك في تنفيذ المشروع مع شركة أفيك الصينية المتعاقد معها لتنفيذ أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات البالغ عددها 22 قطارا. ننتقل للشأن العربي والدولي، ومن صحفتنا المصرية الناطقة باللغة الإنجليزية من موقعنا موقع صدى البلد إنجليش سي نلقي الضوء على عدد من الأخبار أهمها مثل الرئيس السوداني السابق مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة أول أمس الاثنين في بداية محاكمة في قضية الثراء الحرام التي تشمل اتهامات بالفساد وحيازة النقد أجنبي وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة. كان من المقرر أن تعقد محاكمة البشير يوم السبت الماضي لكنها تأجلت بسبب تزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية. وفي إبريل الماضي قال رئيس مجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أنه عثر في منزل البشير على أموال تزيد على 113 مليون دولار من العملات الأجنبية والمحلية. فيما أبرز موقع الأهرام الصادر باللغة الإنجليزية خبر بعنوان عشرات الجرحى في انفجارات بجلال أباد مع احتفال أفغانستان بعيد استقلالها. قال مسؤولون إن سلسلة من التفجيرات ضربت مطاعم وساحات عامة أول أمس الاثنين في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 66 شخصا في الوقت الذي تحتفل البلاد بالعيد المئوي لاستقلالها. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات التي شملت 10 قنابل، لكن مسلحي كل من تنظيم داعش وحركة طالبان